السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا سابع؟ طبعا يا سابع، الحصة السابقة انتهينا من درس الفروسية وكتبنا معانا المفردات وكتبنا الأفكار. افتح معي الكتاب صفحة 114. الآن التعريف بالكاتب بدك تعرف بس اسمه، إنه إبراهيم عبد القادر المازني. جو النص بدك تعرف المعنى العام للنص زي ما حكيت لكم عنه، يعني افهم القصة. الآن الكلمات اللي موجودة هون واللي أنا كتبتها لازم تعرفها. خلينا نشوف السؤال الثاني اللي هو إيش؟ المعجم والدلالة. فرق في المعنى بين الكلمتين اللتين تحتهما خط في كل مما يأتي. عندنا سابع نفس الكلمة بس وردت في كل جملة بمعنى إيش مختلف. ألف أدرك أحد الخدم المازنية وأمسك باللجام، أدركت أسيل مغزى القصة. الآن شو يعني أدرك؟ أدرك أحد الخدم المازنية وأمسك باللجام، أدرك بمعنى لحق به. أدركت أسيل مغزى القصة، أدركت بمعنى فهمت، فهمت وعرفت إيش مغزى القصة. طيب الآن ب، عز على المضيف أن يركب المازني حمارا، عز الكريم بين الناس بخصاله. عز على المضيف يعني صعب عليه أنه يشوف ضيفه راكب على إيش؟ على الحمار. عز بمعنى صعوبة. عز الكريم بين الناس بخصاله يعني صار قوي بخصاله بين الناس. عز بمعنى ايش؟ قوية. جيم اقترب احد الاصدقاء واهوى على الجواد بعصا، قال نائل انا اهوى قراءة قصص المغامرات. شو يعني اهوى الاولى؟ اهوى على الجواد بعصا معناته ضرب. أنا أهوى قراءة قصص المغامرات، أهوى بمعنى إيش؟ أحب. ثلاثة استخرج من النص الكلمات التي تعني كل مما يأتي. راح استخرج من النص يا سابع الكلمات من النص الشرط التي تعني كلمة ركوب في الفقرة الأولى. شوفي كلمة وردت معنى ركوب في الفقرة الأولى، هممت بامتطائه. إذن ركوب راح نحط إيش؟ امتطاء. عزمت على القيام بي كمان من الفقرة الأولى. شوفي كلمة وردت معنى عزمت. عزمت اللي هي إيش؟ هممت. جيم الحركة الشديدة الفقرة الثالثة. الحركة الشديدة اللي هي إيش؟ اللي هي زعزعتي. بعد كل هذا التقلقل وتلك الزعزعة. إذا الحركة الشديدة اللي هي إيش؟ الزعزعة. أربعة استنتج من السياق معنى الكلمة التي تحتها خط في كل مما يأتي. راح نستنتج من السياق معنى الكلمة اللي تحتها خط. ألف أشار المضيف إلى جحش قمئ لا سرج عليه ولا لجام له. شان قمئ من السياق معنى إما ذليل أو إيش؟ أو حقير. إذن حقير أو ذليل. ب انحدر المازني عن ظهر الحصان سريعا. انحدر بمعنى نزل. سؤال خمسة عد إلى أحد المعاجم المتيسرة لديك وتعرف منه معنى الكلمتين الآتيتين. سؤال خمسة راح يكون معك واجب، راح تستخرج لي معنى وثبة وسرج. ماشي السابع راح يكون معنا إيش؟ راح يكون معنا واجب. الآن خلينا نشوف أسئلة الفهم والاستيعاب. السؤال الأول ما الغرض من وجود الخيول والبغال والحمير في المحطة؟ الغرض إنه لما نزلوا في محطة الوصول شافوا مجموعة من الخيول والبغال والحمير عشان توصلهم لمكان إيش؟ السكن. إذا الغرض من وجود الخيول والبغال والحمير في المحطة الوصول عشان توصلهم إلى مكان إيش؟ إلى مكان السكن.
لما طلب المازني سلما؟ ليش طلب سلم؟ عشان ايش؟ لانه لما طلب منه سلم عشان يصعد على ظهر ايش؟ ليصعد فوق ظهر الحصان. ليصعد فوق ظهر الحصان لأنه كان إيش؟ لأنه كان عالي. 3. صف حال المازني ومشاعره وهو على ظهر الحصان وبعد أن نزل عنه. الآن حال المازني لما كان على ظهر الحصان كيف كان حاله؟ كان بشعر بإيش؟ بالاضطراب وبالحركة الشديدة. إذا لما كان على ظهر الحصان شعر بحركة شديدة، شعر بحركة شديدة وبإيش؟ وباضطراب. لما نزل عنه شعر بإيش؟ بالثبات. إذا لما كان على ظهر الحصان شعر بحركة شديدة وباضطراب، لما نزل عنه شعر بإيش؟ شعر بالثبات. سؤال 4. كيف أكمل المازني طريقه إلى ضيعة صديقه؟ كيف أكمل المازني الطريق إلى الضيعة؟ لما ركب على إيش؟ طريقه بالركوب على جحش قمع. أكمل طريقه بالركوب على جحش قمع. 5. حدد موقفا أعجبك في النص. هاد إلك يا 7. شو الموقف اللي أعجبك في النص؟ سؤال 6. ضع دائرة حول الموقف المستنكر في هذه القصة من المواقف الآتية. وين في موقف أنت استنكرته؟ ألف استعمال الخيل والبغال والحمير للوصول إلى ضيعة المضيف. لا، هذا مش مستنكر. باء ضرب أحد الأصدقاء الحصان الذي ركبه المازني بعصا معه. جيم حاجة المازني إلى الشعور بالثبات على الأرض بعد ركوب الحصان. المستنكر اللي هو باء، إنه أحد الأصدقاء ضرب الحصان اللي ركبه المازني. سؤال 7. ورد في الفقرة الأولى ما يشير إلى احترام الصديق للمازني. أحدد العبارات الدالة على ذلك. الآن في الفقرة الأولى في ورد ما يشير إلى احترام الصديق للمازني. حدد العبارات الدالة على ذلك. وين في عبارة بتدل على إن أو أشارت الاحترام الصديق للمازني؟ خلينا نشوف الفقرة الأولى ونشوف وين العبارات اللي دلت على احترام الصديق للمازني. ولكن صاحب الضيعة عز عليه أن يركب المازني حمارا. إذن أول إشي عز عليه أن يركب المازني حمارا، هاي بتدل على احترام الصديق لمين؟ للمازني. كمان وجاءني بجواد أصيل. جاءني بجواد أصيل، جاب له جواد أصيل، هاي بتدل على إيش كمان؟ على الاحترام. وأقسم علي لأركبنه. وأقسم علي لأركبنه. كمان شو حكى له؟ لما حكى أنا ما بقدر أصعد فوق ظهر الحصان بدي سلم، شو بدي سلم، شو حكى له؟ أنا أساعدك. لما حكى له أنا أساعدك. طيب الآن خلينا نيجي للمراجعة الفصل الأول. عندنا السؤال الأول، ما نوع الاسم المعرفة فيما تحته خط فيما يأتي؟ الآن المعرفة والنكرة، كان أن الاسم ينقسم يا سابع من حيث التعريف والتنكير إلى معرفة ونكرة. طبعا المعرفة ونكرة بتختص في الأسماء. الآن المعرفة كل اسم يدل على شيء معين معروف، النكرة بدل على شيء غير معين وغير معروف. خلينا نستذكر أنواع المعرفة: العلم، اسم الإشارة، الاسم الموصول، الضمائر، المعرف بأل، والمضاف إلى إيش؟ إلى معرفة، يعني أنواع المعرفة اللي إحنا إيش أخذناها. الآن بدنا نشوف نوع محطوط خط تحت المعرفة، بس بدنا نشوف شو نوع المعرفة.
ألف. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الآن الخط تحت أنتم، يعني أنتم هاي معرفة. شو نوع المعرفة؟ شو راح نحكي نوع المعرفة؟ ضمير. مش الضمار من نوع المعرفة، ضمير. بس إيش؟ ضمير منفصل. إذا أنتم نوع من أنواع المعرفة، ضمير إيش؟ منفصل. ب: خاف إبراهيم ركوب الحصان. إبراهيم هي معرفة، نوعها من المعارف اسم علم. الحصان شو نوع من المعارف؟ معرف بأل. معرف بأل هي أل التعريف. جيم: هذه أرض رويت بدماء الشهداء. الآن هذه نوعها من المعارف اسم إشارة. هذه إذن هي إيش؟ اسم إشارة. دال: كرم الذين فازوا في سباق الخيل. الآن الذين نوعها من المعارف اسم موصول. شو أسماء الموصولة من أنواع المعرفة؟ إذن الذين نوعها من المعارف اسم إيش؟ اسم موصول. يتعاون المواطنون ورجال الدفاع المدني في العاصفة الثلجية. الآن رجال الدفاع معرفة ولا نكرة؟ الآن رجال، أول إشي رجال هي معرفة نكرة، رجال نكرة، والدفاع إيش؟ معرفة. الآن النكرة أضيفت إلى معرفة، يعني هاي صارت معرفة بإيش؟ بالإضافة، عن طريق إضافتها إلى إيش؟ إلى المعرفة. إذا نوعها معرف بالإضافة. نكرة أضيفت إلى معرفة فأصبحت إيش؟ معرفة. معرف بإيش؟ بالإضافة. السؤال الثاني: استخدم الأسماء الآتية في جمل مفيدة واكتبها في دفترك. هؤلاء، اللتان، أنتن، نحن، الضمير المتصل الكاف، الضمير المتصل الهاء. هون واجب راح تستخدمها إيش؟ في جمل مفيدة. السؤال الثالث: صغ سؤالا مناسبا لكل إجابة فيما يأتي. هاي عن درس همزة الاستفهام، وهل حكينا في جملة مثبتة وفي جملة منفية. الآن ألف راح أنظر الإجابة: لا، لن أنكث العهد الذي قطعته على نفسي. مين اللي بنجاوب عنه بنعم أو لا؟ الهمزة وهل، بس بتكون الجملة مثبتة مش إيش؟ منفية، بتكون عند الإجابة إما نعم أو لا، معناته راح أجيب حرف الاستفهام بس ما راح يكون في نفي بعديه. لا، لن أنكث العهد الذي قطعته على نفسي. شو راح تسأله؟ هل ستنكث العهد الذي قطعته على نفسك؟ هل العهد الذي نفسك؟ هل ستنكث العهد الذي قطعته على نفسك؟ الآن راح نجاوب إما بنعم أو بلا، راح تكون الإجابة إما بإيش؟ إما بنعم أو لا. راح تكون الإجابة إما بنعم أو بلا. ما بصير أجاوب بلا أو كلا لأنه جملة مثبتة. الآن جملة مثبتة هي اللي بجاوب عنها بنعم أو لا. بما إني شفت لا أو نعم على طول راح تكون جملة مثبتة، بستخدم حرف الاستفهام إما الهمزة أو هل بدون أي نفي بعديه. ب: بلا تواظب الباحثة على تفوقها العلمي. الآن موجود عندي بلا، إحنا متى بنجاوب بلا؟
الآن بلى راح تكون عندي للإثبات، وكلا عند إيش؟ عند النفي، بس بتكون الجملة منفية. شو بتكون الجملة منفية؟ معناته راح يكون عندي حرف الاستفهام وبعديه حرف أو نفي. الآن بلى تواظب الباحثة على تفوقها العلمي. حاجة أحط همزة الاستفهام، وبعد همزة الاستفهام راح يجي عندي إيش؟ حرف نفي اللي هو ألا. بس ايش احط هل؟ هل ما بيجيش بعدها نفي، همزة الاستفهام هي اللي بيجي بعدها. ألا تواظب الباحثة على تفوقها العلمي؟ ألا على تفوقها العلمي، وباجي بحط علامة ايش؟ علامة الاستفهام. نعم رياضة المشي مفيدة لكبار السن. بنلاحظ انه في عندي نعم. نعم معناته راح تكون الجملة ايش؟ مثبتة، ما راح يكون في نفي بعد حرف الاستفهام. هل رياضة المشي مفيدة لكبار السن؟ هل رياضة المشي مفيدة لكبار السن؟ نعم رياضة المشي مفيدة لكبار السن. 4. اقرأ النص الآتي ثم أجب عما يليه. جلس الشاعران جميل الزهاوي ومعروف الرصافي يأكلان ثريدا، وبعد قليل مالت الدجاجة التي فوقه ناحية الزهاوي فقال: عرف الخير أهله فتقدم. فأجابه الرصافي: كثر النبش تحته فتهدم. ألف استخرج من النص. راح نستخرج من النص أول إشي فعل لازم، فعلا لازما، لما أحكي فعل لازم يعني فعل راح يكتفي بإيش؟ بالفاعل. يعني الفعل راح يكتفي بس بالفاعل، وفي نفس الوقت راح يفهمني ايش معنى الجملة. خلينا نشوف الأفعال ونشوف هذا الفعل اللازم. جلس الشاعران، الآن جلس فعل ماضي مبني على الفتح، الشاعران فاعل مرفوع عن رفع الألف لأنه مثنى. طيب جلس الشاعران، الآن جلس اكتفى بالفاعل اللي هو مين؟ الشاعران. إذا هون جلس فعل لازم، مالت الدجاجة، الآن مال فعل ماضي مبني على الفتح، تاء التاني الساكنة، هاي تاء التاني الساكنة كسرت مع التقاء الساكنين، والدجاجة هي الفاعل. إذا كمان مالت هي فعل كمان إيش؟ لازم، لأنه اكتفى بالفاعل. قال هو كمان قال فعل لازم. طيب الآن راح نستخرج مثنى، يعني دلنا على اثنين، وين في مثنى؟ اللي هو ايش؟ الشاعران. الشاعران مثنى. ثلاثة فعلا متعديا. شو يعني فعلا متعديا؟ يعني فعل فاعل وتعدى إلى مفعول به.
يعني تعدى الفاعل إلى إيش؟ إلى مفعول به، ما اكتفى بالفاعل بل تعدى إلى مفعول به عشان فهمنا معنى الجملة. راح نشوف وين في فعل، راح ننظر للأفعال ونشوف إذا أخذ مفعول به أو لا. طبعا راح تركزي على الفعل اللي معه الضمائر اللي حكينا عنها مفعول به، كاف المخاطب، الهاء، وياء المتكلم، والناء المفتوح ما قبلها. الآن عرف الخير أهله. الآن عرف هو فعل متعدي، عرف فعل ماضي مبني على الفتح، الخير فاعل مرفوع بترفع الضمة، أهله معناته أخذ مفعول به. عرف الخير أهله مفعول به منصوب على نصب الفتحة، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. إذا هون عندنا عرف هو فعل متعدي لأنه ما اكتفى بالفاعل بل تعدى إلى مين؟ إلى المفعول به. كمان أجابه هون فعل متعدي لأنه الهاء مع الفعل بتكون في محل نصب إيش؟ مفعول به. الهاء مع الفعل بتكون في محل نصب مفعول به. هما طالبين فعل واحد. 4 ظرف مكان، ظرف مكان، وين في ظرف مكان؟ بدل على المكان. في عنا ظرف مكان اللي هو فوق وتحت ظرف مكان فوق. مفعولا به، مفعولا به إما بتشوف الضمير مع الفعل الضمائر اللي حكينا عنها، أو مفعول به. يأكلان ثريدا، الأكل وقع على مين؟ على الثريد. إذا ثريدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه تنوين إيش؟ تنوين الفتح. فاعلا مرفوعا بالضمة، فاعل بدنا اياه مرفوع بالضمة. الشاعران مرفوع بترفع الألف لأنه مثنى، احنا بدنا اياه مرفوع بالضمة. مالت الدجاجة، مين قامت بالميل؟ الدجاجة. إذا الدجاجة أو عرف الخير أهله، عرف فعل ماضي من الفتح، الخير اللي عرف هو فاعل مرفوع. 7 ثلاثة معارف مختلفة النوع، راح نطول 3 أنواع معرفة مختلفة. جميل، هاي معرفة. كمان التي معرفة، والدجاجة. طبعا هاي معرفة من أنواع المعرفة اللي هو إيش؟ علم، اسم علم. والتي من أنواع المعرفة اسم موصول، والدجاجة معرف بالتعريف. طيب الآن أعرب الكلمة التي تحتها خط في النص. وين الكلمة تحتها خط؟ ناحية الزهاوي. لأن ناحية بنعتبرها ظرف مكان، كمان فوق تحت ناحية كمان ممكن نحكي عنها ظرف مكان. الآن الزهاوية بما إنها جاءت بعد الظرف، إذا راح يكون شو إعرابها؟ مضاف إليه. مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره. إذا الزهاوي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على إيش؟ على آخره.
الحصة القادمة إن شاء الله يا سابع رح نستكمل حل المراجعة اللي هي صفحة 118. ويعطيكم العافية.